يلا شيخ. بسم الله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أن ما حصل من مصيبة من مصائب، والله يقول: ما أصاب من مصيبة ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل نبرأها. وقال: وما أصاب من مصيبة بما أيديكم ويعفو عن كثير. وقال: أولما أصاب مصيبة قلتم أن هذا، ولما أصاب مصيبة قلتم أن هذا من عند أنفسكم. فهذه الجائحة العظيمة تذكر للناس، تعذيرا لهم وإيقاظا لقلوب الغفلة عن ربهم جل وعلا، ليعلموا حقا ان هذه ان البشر من القدره والفطره والذكاء والقدره على الاشياء، لكنهم لا يستطيعون ضرا ولا نفعا واجرا ولا نفعا، لا يلبث ضرا واجرا ولا نفعا. حارت عقولهم امام هذا، حارت عقولهم وعجز افهامهم ان يدركوا ما هذا النوع لا يرى، ولو من جاهل يرى، لكنه نافذ في كل مكان، فسبحان الحكيم العليم. لأن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أعطى وجه علما. فإذا علمت أن هذا بقضاء وقدره، وتوكل على الله، ويجري الله، ويسر الثبات على الحق والاستقامة عليه، ويعفى الله المسلمين من جهل البلاء، ويرزقهم جميعا عودة إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وقد سمعنا ان الاذان المؤذنين من دون الكبار الاوروبيه الكبار، وهذا ما يدل على ان العالم ايقن بان الرحمه والحنان والشفقه انه من دين الاسلام الذي جاء بالفضائل وجاء بالحث على الصبر على المصائب والثواب والمثوبه عليها، وان المسلم يحسب له صبره على مصيبته، يقنع من لك الخير حديث عجب من كل انه عجب لي صبر عليها ولا شكر الا شكر الله عليها. وهذا خاص بالمؤمن، هو شكر عند الرخاء صاحب البلاء. ايها الاخوه، واذا كان الاجتماع الكثير ربما يصيب انتقال فيرسوه، فهذا امر خطير. فالجنازه يصلى عليها بالمقبره بعض اقاربهم منهم، وقد ادى فرض الكفايه، واما البقيه فيصلوا في بيوتهم على ميتهم في صلاه الغائب، وارجو ان يكون خيرا ان شاء الله. بارك الله فيك شيخ، جزاك الله خير.